مساء الفل وحلقة جديدة من برنامجكم الزفة. النهاردة معانا محمد سعد ومراته سعاد. مدام سعاد دي غلبانة قوي، كل الكلام ده عرفته من محمد سعد جوزها. قلت له غلبانة من ايه؟ قال لي ست طيبة كده تفضل قاعدة في البيت هادية ما بتعملش اي حاجة. قلت له طب وليه عايز تعمل فيها مقلب لما هي كويسة؟ قال لي نفسي اشوفها كده بتتلحلح بتعمل اي حاجة في البيت كده، نفسي اشوفها بتغير عليا مرة. قلت له مش هحرمك من اللي انت عايزه، انا بحب اقف جنب الرجالة قوي يا جماعة، معرفش ليه، يمكن حاجة كده جواه بحب أقف جنب الرجالة. يلا النهاردة نشوف لما وقفت جنب محمد سعد إيه اللي حصل. يا حبيبي عامل ايه الاخبار؟ الحمد لله. استاذ محمد النهارده في ضيفك استاذ محمد سعد. محمد سعد. محمد سعد. مدام سعاد. مدام سعاد. اهلا بيك. محمد عامر وكل البرنامج. اهلا وسهلا. دلوقتي بيتعرف استاذ محمد سعد ومراته على محمد عامر اللي هيقدم البرنامج المفروض ان هم هيكسبوا فيه 1,000,000 جنيه. وداخلين مسابقه، خليهم يتعرفوا. ايه يعني دخلوا له هاجر؟ طيب هاجر وخلاص. ما احنا ده هاجر. هي هاجر يا هاجر، معلش الاستاذ وشه عرقان جدا. حاضر يا استاذ. السلام عليكم. حلوه قوي. السلام عليكم. حضرتك اتفضلي. ده هي هاجر الميك اب ارتست، من احسن الميك اب ارتست في مصر. تمام. هي متلاقيش بس هتخلص الميك اب وتمشي على طول. يا هاجر رقبته ونازله على صدره كده في عرق جامد. حاضر يا استاذ. طب يا استاذ عادل، ايوه البروبرو ده مش كتير اللي عند المدام؟ لا تمام تمام اوكي. ايه تمام تمام؟ مش مفطس الوش شويه؟ لا عينيك العسل يا استاذ. خلاص يا هاجر احمر كده كويس يا استاذ. حلو جدا حلو جدا. يلا اتفضلوا. طب اتفضلوا عشان نبدا مع بعض. هنشوف المتسابق اللي معانا النهارده هل هيكسب ولا هيطلع كذاب مع الاستاذ محمد سعد. اهلا وسهلا استاذ محمد. استاذ محمد سعد بيسلم عليه ولا كانه ما شافوش. انت كنت لسه معاه من دقيقه يا استاذ محمد، ايه اللي حصل؟ ده انتوا الفلوس بتغيركم يا مصريين. تمام. ناوي تكسب؟ يا رب. طيب ربنا معاك. طب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني في برنامج ما تكدبش. زي ما انتم، احنا مش طالعين فواصل. يلا يا بيه. الفكره كلها ان احنا هندخل الكراسي عشان نخليهم يستريحوا ونركب جهاز كشف الجسم. يلا. هاجر هي اللي هتركبه طبعا. يا هاجر يا مظبطه الناس اللي بتجن. اتفضل. لو هي ما تدلعش الرئيس مين اللي يتدلع؟ ثانك يا محمد. كلك ذوق. الله يكرمك. يا عسل. عسل. اول ما تسمع بس. لا ما فيش حاجه، ما حدش هيسمع ولا حاجه. مش دعوه يا عم. انا هحط لك الجهاز واجري. ربنا يستر. ربنا يعدي الحلقه دي على خير. ممكن تمسك ده ثانيه؟ في شويه سبسبه كده. كده كده. ما انا شعري بايظ اهو، ما حدش قاعد يعدلهولي. ولا انت يا هاجر بس عشان هناك بتاخدي فلوس. ماشي. شوفي كده في حاجه الناحيه الثانيه. خلاص تمام تمام. يا حبيبتي يلا لسه بتركبي. يلا مو حاضر. 3-2-1 and action. ورجعنا لكم تاني مع استاذ محمد سعد، وعايزين نفكروا بقوانين البرنامج واللي هي انك تجاوب بسرعه ما تكذبش في ولا سؤال عشان تقدر توصل معانا ل1,000,000 جنيه. ان شاء الله. مستعد؟ يا رب يا مستعد ان شاء الله. واول سؤال معانا ب10,000 جنيه. السؤال بيقول، وعايزك قبل ما تحاول تجاوب فكر كويس جدا ان شاء الله. مفيش فرصه ان انت تنسحب في البرنامج بمجرد ان انت تتبقى. تحت اي ظرف. تمام اوكي. السؤال معانا بيقول، هل تشعر ان زواجك ممل؟ لا طبعا، انا اسعد زوج. طب ركز في الاجابه قبل ما تقول. لا انا متاكد. طب حضرتك شايفه ايه؟ اسعد واحد. ايوه يعني انت متاكد يا استاذ محمد من اللي انت بتقوله؟ انت اسعد زوج والمدام اسعد زوجه؟ ربنا معاك. لا طب نشوف الاعداد معانا. إجابة صحيحة وكسبت معانا 10,000 جنيه. يا مدام من فضلك، أنت إحنا هنا بنكسبكم فلوس. عايز بتسقفي كده، عايزك تسقفي، سقفتك أسمعها. طيب إيه ده؟ هسقف أوي. آه. المفروض يبقى
قول 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 تاني يا استاذ كسبت معانا 10,000 جنيه عشان نشوف الاستاذ هتسقف ازاي. تمام. ففوت تزغرطي من الفرح. يلا 3 2 1 اند اكشن. مبروك كسبت معانا 10,000 جنيه. هو انا مش فاهم حاجه يعني. اولا مدام كانت قاعده عامله كده. اول ما قال مبروك كسبت 10,000 جنيه ودعم. على طول يعني سبحان الله الفلوس بتغير والله. السؤال الثاني عندنا بقيمه 50,000 جنيه. هل ما زلت تحب زوجتك رغم عجزها؟ عجزها؟ ايه يا عجزها؟ ايه يا عمل ده؟ ايه يا استاذ عادل؟ يا انت الفشل ماسكك؟ الفشل ماسكك؟ حضرتك حد يقول عجزها؟ عجزها فين العجزها؟ ده منطق ده اللي مكتوب. ما هو المعد برضه فاشل. اسمها رغم تقدم العمر. أنا آسف هدي نفسك. أنا عديت خلاص. أنا عديت. أيوة بس عادي. هي أنا شايفة كلمة عادية يعني برضه مش لا لا معلش يعني أنا متجوز واحدة عجوزة. لا لا مش قصدي مش قصدي ده هو. طب تمام. طب نعيد السؤال أنا آسف. اتفضل. طبعا تمام. لما عجز ده باين عليها. بس ما نقولش كده. لا لا يا أستاذ مش باين عليها ولا حاجة. لا طبعا زي القمر. إيه لا أنت زي القمر يا ماما زي القمر. تمام يلا. السؤال اللي معانا بيقول هل ما زلت تحب زوجتك رغم عجزها؟ عجزها تاني يا استاذ. انا اسف تاني يا استاذ. عجزها عجز ايه؟ طب اقول لك ايه؟ يلا بينا يلا يا عم يلا بينا. ايه لا ما انت احنا متفقين مع بعض ان احنا نقول الكلام ده. يلا بينا. ايه ده انت اللي قايل لنا قول الكلام ده؟ انت تكذب. السؤال معانا بيقول هل تحب زوجتك رغم تقدمها في العمر؟ تقدمها في العمر ايه؟ لو انا عندي 100 سنه. انت في انت يعني انت عايز تستفزني انا عشان اخسر؟ لا لا لا, 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 لا ما هو كده عشان خالص بالعكس. ما هو لا انت عايز تستفزني عشان اخسر. لا ما هو ده اجابه سهله. بالعكس ده انت لما حضرتك هتجاوب. لا معلش انت ما يعني تقول على مراتي مره تقول عليها عجوزه ومره تقول عليها متقدمه. الغي السؤال ده خالص. انا الغي السؤال ده خالص. طب نغير السؤال ده ولا يا استاذ عادل؟ انا مش فاهم كل الناس. هو انا عندي 100 سنه يعني ولا انا مش عارف والله. اي واحد بمجرد ما بيعدي 20 لا 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 هي دي هتفضل طول عمرها يا شباب. لا الكلام يبقى احسن من كده. انا مش فاهم يعني نبقى احنا عارفين حقيقتنا وبالصحافه. غير السؤال. تمام تمام. المهم عدينا لحد ما وصلنا للسؤال ابو 750,000 جنيه. التركايه بتاعتنا. يلا نشوف بعد ما سالناهم السؤال ده ايه اللي حصل. السؤال اللي معانا دلوقتي بقيمه 750,000 جنيه. السؤال بيقول هل السلام عليكم رجاله. يا استاذ حبيب قلبي. كل سنه يا استاذ. الف مبروك يا مبروك رجاله. في يا جماعه بقى في ايه في ايه؟ السلام عليكم حبيبي سماده. الف مبروك رجاله. سعد الصغير يا مندور جاي ابارك لك يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي. طب صفه جامده جدا لسعد. جامده جدا بقى. ايه رايك يا حبيبي؟ ايه ده صفه جامده يا ابني انت اهو. ايه ده ايه ده؟ انه مش لو بي او. ايه رايك في الانجليزي ده؟ ايه اللي انت بتعمل ايه باللبس ده؟ بعمل على راس برنامج هيكسرك في اللوكيشن اللي جنبك ان شاء الله. حبيب قلبي وحشني. كل سنه وانت طيب. سلام عليك. ازيك يا حبيبي؟ كل سنه وانت طيب. افك طيب. افك عشان سلم بس. هم ربطينك ليه؟ عامل حاجه ولا ايه؟ بيتهيألي كده. معلش كل سنه. سلام عليك. كل كل سنه وانتم طيبين. رمضان كريم علي وعليكم. عامل ايه يا صاحبي؟ الحمد لله حبيبي. تمام كله تمام. الحمد لله زي الفل. الكوشن هناك خانه قلت اجي اسلم عليك. سبكي برضه ولا ايه؟ هكون مين غيره؟ مفيش. انت بتعمل ايه هنا يا ريس؟ مفيش. ده برنامج اسمه ما تكذبش. ما تكذبش؟ اه. الراجل زي العسل ده يكذب ليه؟ الله يكرمك يا حبيبي. ده زي العسل. الله يكرمك. يعني ايه ما يكذبش؟ البرنامج بتاعنا اسمه ما تكذبش. لو كده بيخسر. كل الدنيا بتكذب وانت بتكذب. اما تكون نازل مع ابوك راح تقابل البت بتاعتك بتقول له اي كلام في اي كلام. طب في ناس طيب يا عم انت بتسجل معايا ده يا ريس. ممكن اجرب بقى الجهاز اللي ما بيكذبش ده لو سمحت. هتتفضل يا جدع كده بقى. سعد تجرب ايه والنبي؟ عايزين نخلص تصوير. الله يخليك. معلش يا استاذ والنبي قبل ما اروح قبل ما اتخنق في اللوكيشن اللي جنبكم. خمس دقايق وانا بجرب. بعد اذنك يا عم الحاج وانا بجرب. اتفضل ربنا يخليك. اتفضل يا عم. لا لا استنى ما تقول هاجر. انت ما تفكش انت حاجه كده كده تبوظه. تبوظه والله. الجهاز يبوظ ولا ايه؟ اه يبوظ. ماشي ماشي. في دكتوره
اللهم صل على جمال النبي. بسم الله ما شاء الله. ايه القصه التوك ده؟ ايه اللي ماشي التوك ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ استكول كل سنه طيب. حضرتك تعالى. مرتبطه؟ مرتبطه بيه. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك هناك اللوكيشن خانقه. عينيك يا استاذ والله عينيك. انا نفسي بقى تغيري، يعني نفسي تشوفي هاجر بتتلعب جوزك كده وانت تغيري، يعني خلينا ناكل عيش. ده مش اكل عيش. والله العظيم ثلاثة. كان في الاستاذ هو كان مسؤول. اتفضل استنيها تيجي تفك. اتفضل يا استاذ. انا مشيت اهو عشان اربط. مشيت من يا سعد. يعني ده يقول كل الصراحه. يا سعد. حياتك انا مصدق انا مش مصدق الكلام ده. ماشي انت حر بقى لما اشوف يا ريس. انت اللي جبته لنفسك. احلى حاجه في البرنامج ست الكل زي العسل دي. الله يخليك. هيفاء وهبي. ايه الاوفر ده يا سعد؟ هيفاء وهبي ازاي يعني؟ والنبي بلاش كذبان يا جدعان. عندك برنامج اسمه ما تكذبش. كلنا كده بنكذب. السؤال اللي جاي لسعد بيقول عمرك يا سعد اتضربت من ظابط؟ افتكر كويس عشان الجلد بيفضح. بس انا وانا صغير كنت في سنه ثالثه اعدادي، يعني كنت فقير مش لاقي يعني على قد حالنا، وليه وات سوس كده اسمه عاطف جاكسون قال لي تعالى نسرق البطيخ دوت. قلت له كان نفسنا في البطيخ. فعاطف كان بيقف على النصه ديت وبتاع البطيخ ايه حاطط كده البطيخ. يروح عاطف اخد البطيخه ومدحرجها وانا واخدها حاططها فين؟ في البيت اللي جنبينا. وبالليل نتقاسم بقى. المهم الراجل صحي واحنا بنسرق البطيخ، لقى بطيخ عماله تمشي لوحدها كده. راح رايح لامين صاحبك انا بقى، كلت 68 قلم على شعر. المهم رحت فين بقى؟ الاسم ابويا الله يرحمه بقى كان سول. راح بقى لا يمكن انا ابني ما اسرقش بطيخ. لا قال له يا باشا الموضوع كذا كذا كذا. راح ابويا ماسكني بقى 68. مش هقول لك بقى نفس الرقم. ابوك برضه ضربك 68 قلم. انا رايي ان انت تسيب البتاع ده سعد عشان انت عمال تقول اي كلام والست هتقفشنا. ها هاجر خش شوف الموضوع ده. هاجر ولا انت يا سعد عايز تيجي تفك لك وخلاص؟ اقول لك حاجه يا استاذ. لو انا هاجر شغاله معايا مش هاخد فلوس خالص والله العظيم. والبريك مش عايز بريك خالص. الايه البريك؟ اتفضل يا حضرتك. ده ايه ده اللي هو الاكل اللي في النص ده؟ بالنسبه للصراحه 012 345. كل سنة وانتم طيبين يا بدر. بعد اذنك يا استاذ ممكن نقف هنا شويه بعد اذنك اتفرج عليكم. لا ممكن تقف عند الجمهور يا سعد. بص طب بص اقف عند جنب المدام. جنب المدام كده هنا. كده انا مش باين. لا بص خش شمال شويه كده يا استاذ. انا مش باين. كده انت مش باين. امنيه حياتي اشوف اي اداء في الحلقه. انا نفسي اشوفك قايمه متضايقه. اتضايقه عشان جوزك في واحده بتلعب في شعره وبتعمل له في ايديه وبتعمل. اتضايقي ابوس ايدك. اتضايقي والله العظيم. ايدك الله يخليك محمد سعد. الله عم محمد هتكسب ان شاء الله. ان شاء الله يا عم سعد. اتفضل يا استاذ. 3 2 1 اكشن. السؤال اللي جاي معانا ب 750,000 جنيه. عايزين نفكر متسابق معانا عشان العيال. مش هينفع تنسحب. لازم تجاوب بصراحه عشان تكسب. يا السؤال محرج شويه. معاك للاخر ان شاء الله. تمام ان شاء الله. السؤال بيقول عمرك خنت مراتك؟ لا يا راجل. ما اتشقتش وانت صغير يعني؟ عملتش لعبه كده لعبه كده؟ عرفتش بنت قطه زي هاجر وانت صغير؟ جاوب بصراحه مش لازم تكسب. هي مش هتعرف تعمل لك حاجه اصلا. ما بعملوش حاجه. أيوة. كل حاجه عامله له كويسه. انت صح. انا بتكلم ان ليه السؤال الرخم ده؟ ما تجيب سؤال فرحي كده يا ابني. حلوه دي. الكنافه المسوسه. انت مالك والنبي؟ رمضان كريم يا استاذ. يا سعد والنبي ارجوك. ماشي ماشي يا بتوع الكاميرا المخفيه انتوا ماشي. كده شكله عايز يخسرك يا عم سعد. سعد سعد يلا يا سعد. اديني ساكت يا استاذ. يخربوا بيوت الناس. الست البركه دي يخربوا بيتك. انا عارفكم. انا عارف عشان نخلص. يلا يا النبي يلا. هو عمره ما يتخرب بيت اصلا. ان شاء الله يا فندم ما يتخرب. قصدي مش هيتخرب. عمره ما يتخرب لان عمري ما شفت واحد زيه اصلا. لا يا ست الكل. في العمر ده كله 25 سنه متجوزين عمري ما شفت خيال. ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك ليا. ويخلوا لك يا رب. الله يخليك. يلا يا استاذ يلا يا سعد خلاص. السؤال بيقول عمر حضرتك ما خنت مراتك؟ وقبل ما تجاوب ركز كويس وافتكر. لازم يعني؟ لازم علشان تكسب معانا 750,000 جنيه لازم. لا ما خنتهاش. لا عمره ما خن. وعشان يكسب 750,000 ما خنتهاش برضه. طب خلاص يا استاذ سعد من فضلك لو سمحت.
انت اول متسابق يوصل معانا لل 750,000، يعني فاضل لك سؤال على المليون. ايوه ارجوك رد بصراحه. ما هو رد بصراحه يا استاذ. يا سعد انت مش فاهم حاجه. سعد انا ولا سعد هو؟ لا سعد هو المغني دلوقتي. يا ريس امك استنى بعد اذن حضرتك، استنى يا راجل ده بركه بعد اذنك. الله يكرمك يا استاذ. الله يكرمك. ايوه استاذ ما عملش اي حاجه يا استاذ. يا عم راجل بركه بيصلي. الست البركه اللي زي العسل دي عمرها ما تتخان. الراجل ده متجوز. بتقول ايه يا استاذ؟ متجوز بنت زي القمر. بتقول ايه يا استاذ؟ بتكلم بجد؟ انت هتخرب بيتنا ولا ايه؟ فريق الاداب معانا جاي. اسمع اللي بقول لك عليه، الراجل ده ست البركه اللي زي العسل، شكل امي الجميله ديت لا يمكن تتخيل. يا ريس انت سامع؟ لا لا مش حاجه، لا مش حاجه، مش حاجه، ايه ده مش حاجه. خلاص خلاص يا ريس احنا عايزين نبيع بالحلقه دي، يعني دي اللي هتخلينا نبيع. احنا اول متسابق يوصل معانا المبلغ ده. يعني انت تخرب بيتي يعني؟ ما قلت لك لا. شكلك مرتبك، لو في حاجه قول لي. خلاص ماشي ماشي ان شاء الله هتكسب. ماشي يا عم سعد، اسمك على اسمي بقى هتكسب ان شاء الله. ربنا يخليك. كل سعادات اللي في البلد ما بيخونوش الا انا. يلا يلا خلاص اسال السؤال واحد. تمام خلاص يا ريس. 3 2 1 اند. السؤال بيقول عمرك كنت مراتك؟ لا. لا متأكد معانا هنا؟ متأكد. الإجابة إن حضرتك كداب. عمره ما خاني أصلا. لا كداب إزاي؟ حضرتك يا أستاذ ممكن ننزل بالمستندات؟ هو عمره ما خاني. مستندات إيه يا أستاذ؟ هو أنت تخسروه. مستندات إيه؟ يا سعد يا أهو 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 بس بس. مش هو ده إيه ده؟ لا ده سرعه متركبه يا بيه. مفيش حاجه اسمها متركبه عندنا. لا 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 ده متركبه. الكمبيوتر بيعمل كل حاجه دلوقتي. ما اسمعش ما اسمعش حضرتك. لا انا بس دي مش ايه اللي انا وانا مش انت دي متركبه. انت انت ما اتجوزتش؟ لا 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 ده كان لابس جرافطه لما اتجوزك. يا نهار ازرق. ايه ده؟ خلاص خلاص ايه ده؟ ده هو. معلش يا حاج انت. معلش انا عرفت فيك ايه اصلا؟ معلش ياما بس اوكي بس بص دي ابتدت من فوق، يعني ما عملتش بدايات، هي كانت ساكته ومره واحده طلعت. بس بعد ايه كل ده؟ معلش يا عم كده. معلش 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 خلاص انا ما عوش معاك. خير ويتي يا عم. يا حاجة يا حاجة يا حاجة يا حاجة اهدي. استهدي بالله استهدي بالله سايب عيالك. استهدي بالله. ما ولا قاعدة بسكر فيك. ها استهدي بالله فيك. الرجالة كلهم صنف واحد. ايه الاشكال دي؟ اثبتي كمان اثبتي. معلش معلش احنا عايزين حل. معلش معلش اتفضل تعالي بقى اتكلم كلام العقل بقى. تعالي بقى اهدي بقى اهدي بقى اهدي حاجة اهدي حاجة اتفضل. معلش اتفضل اهدي بقى اهدي اهدي كوبايه كابتشينو. انا مش قادر افهم يعني انت زعلانه عليه ليه وبتعيطي يعني؟ انا لو منك اهو يعني اكسر ورق قله ولا زير ولا اي حاجه. كده كده البيت اتخرب. معلش انت اولى بالفلوس. انت مأخرك اصلا. انت مأخرك. مش عايزه فلوس. خلاص يا ست كل مش عايزه فلوس. خلاص خلاص معلش مش عايزه. خلاص معلش معلش مش عايزه. عايزه انت عايز تطلقي. مفيش فلوس تعوضت عنه اصلا. انت عايزه عايزه تطلقي يعني؟ طلعتي خايف. عايزه تطلقي. معلش معلش طلعتي خايف. خلاص بقى يا ست كل بقى خلاص بقى عشان نفس. حرام عليك. حرام انت ست صعبه. معلش ليش انا عشان معلش انت انت مريضه اهي. ما تعرفش يجي لك سكته قلبيه اهي. مين اللي مريضه دي؟ من شكلك قلبي. ايوه ايوه هو اللي مريض مش احنا. مين اللي مريضه؟ هو بس بس شكلك شو مريضك ايه؟ انت قلبك عمال يهنا يا جو. اتفضلي يا حضرتك كده كده ده اول مره يعمل برنامج عشان خاطر ما تبوظيش البرنامج. انت كده كده ربنا كرمك والبيت اتخرب خلاص وهتطلعي. ده حاجه موجوده. لكن عشان خاطر الراجل ده نعيد السؤال ده من تاني وانت تاخد 500,000 جنيه وهو ياخد البيت. انت 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 مش شعللها. ما هي هي اللي بتقول. عايز ايه؟ هي اللي بتقول. طيب اقول بتسخن. طب استنى اقول بتسخن في ايه؟ بتعمل اهو. قول لي خدي 500,000 جنيه. مش عايزه. مش عايزه 500,000 جنيه. مش عايزه. انت مؤخرك كان كام؟ انت هتستقبليني؟ انت مؤخرك كام يا عم؟ انت مالك ومال المؤخره ومال المقدمه؟ عم سعد عندك بعد كده خلاص ولا يسوى. خدي بقى ال 500,000 جنيه عشان اكمل برنامج. ما انت برضو يا عم ما تجيبه بعيد عنها يا عم. انا عامل بعيد عنها. انا ايه يا عم سعد؟ انا بهديها دي 500,000. انت كان مهرها كام؟ كان مهرها كام؟ اه كان مهرها 50 جنيه من 25 سنه. عليك
انت رخيصه قوي يا ماما والله رخيصه 50000 جنيه ولا 50 مش هو ده اللي لا مش قصده حاجه بيقول لك ما هو اللي بيقول هو اللي بيقول انا عايز العب معاك جوزك اللي حقك والله جوزك اللي عايز حقك والله انا بدعك بضحكك انت كده كده خسران انت كده بتضحكني انا عايز يا عم خلاص بقى خلاص بقى عشان ما تتفعلش بقى يا عم يا عم سعد من 25 سنه اه ده من 25 سنه امال ايه احنا متجوزين بقى لنا 25 سنه وعندنا عيال انتوا خربتوا بيتنا البرنامج ده خرب بيتنا انا قلت لك البرنامج معلش معلش انتوا قاعدين تدينا فلوس وعايزين تخربوا بيوتنا معلش معلش يعني انت عايز تكملي معاه هدي ناس يعني انت كنت عايز تكملي معاه بعد اللي عمله معلش كده تطلقي انا بحبه بقى لنا 25 سنه يا ستي احنا بنعمل مقلب فيكي خلاص بقى انت خايفه عليه قوي كده ابو شعر ابيض دوت اللي بيخونك ده عمره ما خانك ده عامل فيكي مقلب الزفه رقم 2 سقفوا لها بقى اه والله قول لها يا عم ده مقلب قول لها مقلب انا مش ممكن اخونك ده مقلب هو مش ممكن اخونك يا سعاد بص بالله مش ممكن اخونك يا سعاد سافر سعاد يلا كان سعاد سافر كتير قوي كل سنه وانت انت ست جميله بس اقول لك حاجه شكرا اقول لك حاجه لو انا منه اتجوز عليكي سته مش اربعه انت ايه دي اللوكوميات دي كلها اديني مايك بقى بمناسبة بقى ان هو ما خانكيش ممكن تسمعيني اغنيه اي حاجه والله العظيم معلش شويه هنا معلش معلش حته يلا حته صغننه اي اغنيه ايوه علمها شويه مش انا صوتي تعبني معلش كويس ان هو ما خانكيش والبيت ما جاروش حاجه يلا حته صغيره والنبي يلا هبطل السجاير اللي انت عايزه انسان جديد يلا يلا حته اي اغنيه يلا هبطل السجاير اه وارجع انسان قول بقى انت حضرتك طيب انا عندي رايين يعني اول حاجه حاولي بطلي سجاير تمام ما تغنيش تاني دي قبل اي حاجه انت ست كويسه جدا وطيبه جدا ومخلصه جدا زي ما سعد الصغير قال لك فعلا والله العظيم انا قعدت اتفرجت على نص الحلقه تقريبا ما كنتش بعلق على الحلقه اكتر ما كنت بتفرج ومتاثر بيكي قوي ربنا يخليكم لبعض وان شاء الله ال 25 سنه دول يبقوا 125 سنه مع بعض ويا رب نشوف عيالكم كده متجوزين وان شاء الله نيجي نجيبهم ونعمل فيهم مقلب بس انا هبقى عجزت يعني كل سنه وانتم طيبين وتصبحوا على خير وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده السلام عليكم